بعد توقفه عن العمل منذ ثمانينيات القرن الماضي، محافظة الأنبار تستحصل الموافقة من وزارة النفط وتحيل مشروع إعادة تأهيل مستودع العنقور شمال مدينة الرماد إلى شركة الخطوط والأنابيب النفطية. المستودع مخصص لخزن المشتقات النفطية، ويضم 13 خزانا بطاقة كلية تصل إلى 50 مليون لتر. وتوجيه من السيد المحافظ تجاه هذا المستودع من أجل إكماله ويصير خزين عنده. هسه مرات تشهد محافظة أزمة لسبب انقطاع الطريق، الشركات ما عندها، موقفينها عن العمل، تسهيل. حقيقة اتجهنا اتجاه جبار إلى وزارة النفط، صار لنا لمدة هاي السنة الثالثة من أجل مطالبة. الحمد لله تم إدخال مستودع العنقور في ضمن خطط وزارة النفط. حاليا تقوم شركة خطوط الأنابيب وصدرت موافقة الوزير والدكتور حمد الزوبعي بإعادة تأهيله. المستودع يحتوي أيضا على مصفى، أي إن تشغيله سينهي أزمات انقطاع المشتقات النفطية المتكررة في الأنبار، ويسد حاجة المحافظة في حال قطع الطرق وصعوبة وصول الشاحنات الحوضية من بغداد أو البيجي. إعادة مستودع عنقور يخفف من الأزمات اللي مرت بها محافظة الأنبار بالسابق، بالسنين السابقة والأشهر السابقة، لأن إذا صارت أزمة، إذا افتتح مستودع عنقور وصارت أكثر من أزمة أو أزمتين، من دير بال لأن يكون بيها خزين نفط أو بنزين. فيعني إحنا هذا مشروع مهم، ويا ريت يستعجلون بافتتاحه، لأن محافظة الأنبار يعني تحتاج لهيج مشروع. وعلاوة على ذلك، سيقدم هذا المستودع في حال إعادة تأهيله بشكل كامل خدمة كبيرة، منها تعضيد واردات المحافظة وتوفير فرص عمل للخريجين وأصحاب الاختصاص، فضلاً عن تشغيل آلاف الشباب العاطلين عن العمل. من الأنبار، إدريس يحيى، قناة الفلوجة.